شيخنا سمعنا فتوى من بعض العلماء يجيز لطالب العلم إذا كان في الخارج وخشي على نفسه الفتنة من الدولة من أهل تلك البلاد سواء كانت كتابية أو غير كتابية. كيف أول كتابية؟ إذا كان في الخارج يعني. غير كتابية فيه. إذا كان كتابية يعني أو مسلمة. ملحدة؟ مسلمة. مسلمة بكل شيء. البعض يقول يعني مش يعني إذا كان ينوي من طلاقها يجوز له الزواج منها مع نية وإضمار الطلاق في نفسه. هذه مسألة الحقيقة تطبع كثيرا، وأنا لا أكاد أفهم ثمرة هذه النية، لأنه معروف من الناحية الإسلامية أن المسلم حينما يتزوج المرأة التي أجاز الشارع الحكيم له التزوج بها يعلم لأن هناك حكم شرعي اسمه الطلاق، وأن المسلم يجوز له أن يطلق طلاق الشرعي سواء نوى أو ما نوى. وأنا أعتقد أن هؤلاء الشباب الذين يبتلون بالسفر إلى بلاد الكفر والضلال، هؤلاء كثيرون منهم تزوجوا وعادوا إلى بلادهم ومعهم زوجاتهم، ولماذا؟ لأنهم رأوا منهن ما يسرون به من خدمة، من تفاهم الإسلام، من أخلاق حسنة إلى آخره. ويقابل هؤلاء طائفة أخرى تزوجوا ثم فارقوا لأنهم لم يجدوا فيهن إلا قضاء الشهوة البهيمية هذه فقط. فلماذا الإنسان يتزوج وينوي الطلاق؟ هل إذا تزوج ولم ينوي الطلاق ثم أراد أن يطلق لا يجوز له الطلاق؟ طبعا لا، لا أحد يقول بهذا. فأنا أنصح أن الشباب يتزوجوا من بلاد إسلامية خير لهم، لأن نحن نشوف النساء في البلاد الإسلامية فيهن كثير أو قليل من الانحراف. فماذا نقول عن الأجنبيات والكافرات اللاتي عشنا وربينا في مجتمع متحلل، ما يعرفون هناك شيء اسمه العرض، ما يعرفون شيء اسمه الشرف. حتى حدثني بعضهم ممن يعلم أو يعرف اللغة الفرنسية أنه لا يوجد في قاموس الفرنسيين ما يرادف كلمة شرف، ما في عندهم شرف. الشاهد فليتزوج من المسلمة من أي بلد كان ذلك خير، لكن إن كان ولا بد فتزوج فليتزوج كما يتزوج المسلمون جميعا. إن رأى فيها ما يرضيه أمسكها وعاد بها إلى بلاده، وإن رأى خلاف ذلك فيجوز أن يطلق. فهذه النية لا ثمرة لها في اعتقادي. وإن كنت أعتقد أنه إذا نوى لا يكون في حكم المتعة، نعم، لكن النية تدندن حول المتعة تماما، لكن ما في ضرورة. أنا سمعت من بعض الناس أنهم سمعوا فتاوى أنه يجوز المسلم أن يتمتع في تلك البلاد للضرورة، فقلت في نفسي أولا هذا خلاف حديث الرسول عليه السلام الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة إلى يوم القيامة، نكاح المتعة إلى يوم القيامة، فهذا تحريم أبدي وليس تحريما زمنيا وقتيا. هذا هو السبب الأول، ما في داعي يتزوج زواج المتعة. والسبب الثاني ما ذكر آلفا، لماذا يتمتع؟ يتزوج زواج شرعي ثم إذا بدا له أن يطلقها طلقها وكفى الله عنه من القتال. هذا رأيي في المسألة والله أعلم.
استاذنا في شيء ثالث من اللي ذكرتم الاثنين، انه في من الرجال بيجلسوا في هذيك البلاد وبنسوا اهاليهم في هذه هذا الشيطان في بلاد الكفر. نعم. هذا مني عنه طبعا. المسلم المشرك لا تتراءى نارهما، قال عليه السلام. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا يتجاوران، وذلك لأن المسلم إذا عاش في جو الكفر يتشرب فيه من عاداتهم ومن تقاليدهم من حيث لا يشعر. نعم. جرت لي واقعة، سافرت مرة إلى بريطانيا مع الشيخ محمد عبد الوهاب البلع، وكان يومئذ شهر الصيام رمضان. قيل لنا في قرية بعيدة عن لندن يمكن نحو 200 كيلومتر أن هناك شاب هندي متدين متزين بزي الإسلام ملتحي، فأثنوا عليه خيرا فقصدناه وجلسنا على مائدة الطعام للإفطار، فرأيته قد عقد العقدة هذه اللي يسموها الجرافيت، فتحدثت مطولا في موضوع قولي عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم، وذكرت ما كان يحضرني يومئذ من الحديث التي تلا عن التشبه بالكفار يا خلق الله. فوجدت الرجل قد استجاب فورا مع أنه يتعشى ورمى أرضا. بقدر ما سررت من هذه الاستجابة السريعة أسفت حينما سمعت كلامه حول هذه القضية، حيث قال: أنا والله يا أستاذ إنما أضع هذه فقط لأنه هنا البريطانيين ينظرون إلى إخواننا الفلسطينيين نظرة احتقار لأنهم لا يضعون جرافيت هذه ويضعوا القميص هكذا مفتح الزر، فينظرون إليه نظرة احتقار، فلكي لا ينظر الأوروبيون إليه هذه النظرة هو وضع هذا العقال. قلت له: سبحان الله، يعني أنت تتأثر بذوق البريطانيين كفار وتضع الجرافيت هذه متشبها بهم وتأبى أن تشبه بإخوانك المسلمين؟ فشاهد أن الشيطان في بلاد الكفر في محاضر كثيرة جدا، وأظن هذا أمر معروف، حيث في أمريكا يوجد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، من سلسلة الهدى والنور، أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.